Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Yawmul Alami Lil-Lughatil Arabiyyah. Al-Lughatil Arabiyyah Tajma'una Wahiyya Lughatul Qur'anul Karim. Al-Lughatil Arabiyyah Aghanni Lughatil Alami Wal-Nas Fil Biladi Thaniyah يتعلمون اللغات العربية لأنها جميلة في غاية الكمال والمرونة. اللغة العربية هي اللغة المستخدمة من قبل 22 دولة عضو في اليونسكو وهي إحدى اللغات الرسمية للمنظمة. وهذا أيضا ما يجعل العربية تصنفها اليونسكو كلغة دولية. في الواقع يجب تصنيف اللغة العربية كلغة دولية نظرا لوجود العديد من مناطق الجذب السياحي في الشرق الأوسط وخاصة السياحة الدينية. وأيضا كل عام يقوم المسلمون دائما بالحج لإتقان الركن الخامس من الإسلام. بصفتنا إندونيسيين وخاصة المسلمين يجب أن نفخر لأن اللغة العربية أصبحت لغة عالمية والتي أصبحت اللغات العربية في كل مدرسة وكلية مادة إلزامية، بل أصبحت قسما خاصة للغة بالتحديد الطالبية. يوم عربي عالمي سعيد. أتمنى أن تكون اللغات العربية محبة لشعب إندونيسيا بشكل خاص والعالم بأسره بشكل عام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.